بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة نوتوكس العربية. اليوم سنتعرف على طريقة بسيطة للتعديل على الصور، أي تصحيح الألوان وأيضا الإضاءة الخاصة بالصور الخاصة بنا لجعلها تبدو بشكل أفضل من الصورة الملتقطة بشكل افتراضي، وذلك من خلال برنامج شاتوال الذي يعطيك اعدادات بسيطة لكن فعالة في بضع ثواني. لنبدأ على بركة الله، نفتح المتصفح. اولا اريد ان اشارككم هذا الموقع وهو ليبرشوت، وهو يقدم صور مجانية يمكن تحميلها، وصور من مختلف المجالات والأنماط. انا اخترت هذه الصورة، سأقوم بتحميلها في داونلود سيف فايل. قمنا بتحميل الصورة، الآن نفتح الطرفية ونحمل البرنامج سودو باكمان. بالنسبة لتوزيع الديبيانيا سودو باكمان، عفوا سودو ارت انستال شوت ويل لفيدورا و سنتو اس، سودو دينيف انستال شوت ويل. نأتي الآن لمكان حفظ الصورة، الشغل أو من خلال Properties ثم Open Web، وأضع شوت ويب افتراضي أو أضيفه إذا لم يكن موجود. نفتح الصورة، كما ذكرت سنعمل بشكل بسيط. هنا نجد Enhance، وهي تقوم بإعداد الصورة بشكل أوتوماتيكي. أضغط عليها، تلاحظون الفرق، خطوة خلف خطوة إلى الأمام، ستلاحظون الفرق. نأتي إلى Adjust، نأتي بهذه المبيدئة هنا، ثم نبدأ من نلعب في الألوان والضوء حتى نصل إلى المبتغى. هنا ميلة هذه اللون، هنا الإضاءة، هذا الشكل حتى تصبح الصورة أجمل و أوضح من ذي قبل. أظن أن بشكل بسيط وسريع ستكون الصورة أفضل من الصورة الافتراضية. أوكي، ثم فايل سيف أز. أوكي، أقوم بتعديل الاسم حتى لا قم بإزالة الصورة الأصلية، ثم أوكي. الآن سنقارن بين الصورتين، هذه الصورة الأصلية كما تشاهدون، هذه الصورة الأصلية وهذه الصورة التي قمنا بالتعديل عليها من خلال شوتوير. كما تلاحظون فروقات شاسعة بين الصورتين، هذه صورة بها ضوء زائد وألوان باهتة فلا تظهر جمالية الصورة، وهذه
أصبح الصورة الآن بشكل أجمل. أتمنى أن يكون هذا الفيديو السريع قد أعجبكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.